فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة في السودان، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. مرحبا، عليكم السلام. عليكم السلام سيدي. نحو 6 أشهر والدعم السريع ما زال ينتشر ويتمركز، وفي الخرطوم، ما الذي يؤخر تقدم الجيش السوداني؟ نحن نعتقد أن الدعم السريع يحتل منازل المواطنين ويتواجد في الأعيان المدنية، وهو يحتمي بها ويستخدم المواطنين كدروع بشرية. هذه الممارسة ربما تعيق تقدم القوات المسلحة، ربما تعيق كل العمليات التي يمكن أن تتم. البنية التحتية ستتدمر، منازل المواطنين ستتدمر، سيكون هنالك خراب واسع في الخرطوم. لذلك نحن نعمل وفق استراتيجية محدودة تقضي على العدوى وتحافظ على ممتلكات الدولة. كثيرون يتساءلون، الجيش السوداني من أقوى وأفضل الجيوش الأفريقية ولا يستطيع حسم ميليشيات كما تسمونها؟ ربما هذه أمور عسكرية، الخوض فيها يحتاج إلى كثير من الوقت. هناك انتقادات أيضا توجه لفخامتكم بأنك لم تأذن للقوات المتواجدة في الولايات السودانية الأخرى والتي هي في حالة استنفار بالدخول للخرطوم للمشاركة في القتال. دخول هذه القوات ما كان اللي يحدث فرقا؟ أيضا هذه من الأمور العسكرية التي الحديث عنها ربما يضر بالعملية العسكرية. لا تستطيع أن تقول لماذا لم تأذن لهم بالدخول؟ نعم. حسب معلوماتكم، هل شاركت قوات مرتزقة روسية من واغنر جروب، من مجموعة واغنر، في القتال في السودان؟ هناك كثير من المرتزقة متواجدين مع قوات الدعم السريع المتمردة، وهناك شواهد كثيرة على هذه المجموعات. كل من يطلع على ما يقومون به هم من توثيق سيجد هذه المجموعات حاضرة. وقع الأمر، جلست على الهواء مباشرة قبل مجيء إلى هنا مع كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي اجتمع بفخامتكم قبل مجيئه إلي، وقال على الهواء مباشرة أنه أعلمك بأنه يجري تحقيقات في الطرفين لتقديمهم ربما إذا وجد ما أدلة على وجود جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ما كان ردك عليه؟ القوات المسلحة لديها مسؤولية دستورية في حماية الوطن، لديها مسؤولية دستورية في استخدام العنف واحتكار القوى المسلحة. لذلك لن تكون هنالك أي مبررات أو أي مسوغات لاتهامها بأنها قامت بالدفاع عن نفسها، بالدفاع عن الوطن. الطرف الآخر هو من ارتكب هذه الفظائع، هو من ارتكب الجرائم، والذي يمكن أن تقام ضده الدعاوي. أنت مطمئن أن أفراد الجيش لم يرتكبوا أي جرائم؟ أبدا إطلاقا. هل وصلت الآن كقائد للجيش لقناعة أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة للوصول للسلام في السودان، وأنه لن يوجد منتصر عسكري في هذه الحرب الدائرة؟ أولا، كل مفاوضات توصل إلى سلام، توصل إلى حلول، هي مفاوضات بالتأكيد مرحب بها. لكن الآن الوضع يختلف عما يمكن يتصوره الآخرون. نحن لم نصل إلى قناعة بأن لا سبيل أمامنا إلا المفاوضات، لكن حالة الشعب السوداني وما وصلت إليه البلاد يجعلنا نرحب بكل مبادرة للسلام، يجعلنا نرحب بكل مخرج من هذه الأزمة. لكن ليس هذا أن هنالك ليس طرق أخرى موجودة. الطرق الأخرى يمكن أن تكون موجودة لكنها مدمرة وستؤذي السودانيين وستزيق كثير منهم أضعاف ما ذاقوه الآن. ما زلتم تؤمنون بالانتصار عسكريا إذا استمرت الحرب؟ إذا استمرت الحرب حتما القوات المسلحة ستنتصر. هل تعرض البرهان للخيانة؟ هل كان من مقربين إليه؟ أبدا، إلا من قادة الدعم السريع المنحل. هل كنت تمنح حميدتي الثقة الكاملة؟ ومتى تغير الوضع؟ كنت أمنحه فعلا الثقة، والدليل أنه هو نائب رئيس المجلس السيادي
هو برتبة الفريق أول في القوات النظامية، هو مشارك في كل أنشطة الدولة. هذه الثقة أظنها ليست محل شك. نعم، كيف تغيرت؟ متى؟ أسأله هو. هل الحرية والتغيير كانت على علم ببداية الحرب؟ أيضا ربما لا أحد يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال سواهم إذا كانوا على علم أو غيره، لكن أنا حذرتهم كثيرا من أن ربما تقع الحرب بسبب عدم الوعي لمجريات الأمور. كانت الاستخبارات العسكرية ترفع تقارير إليك بأن حميدتي يدخل أسلحة ويدخل قوات إلى الخرطوم، وأن هذه القوات كانت تحيط باتجاهات العاصمة. هل تتحمل مسؤولية عدم الأخذ والتعامل بكل جدية مع هذه التقارير؟ هذه القوات كانت في فترة سابقة جزء من القوات المسلحة، كنا ننظر إلى كل ما تقوم به أنه ضمن العمل العسكري حتى لحظة تمردها. هل تخشى دخول السودان في حرب أهلية؟ هنا كثير كثير من المسؤولين الأمميين يتحدثون عن حرب أهلية شاملة قادمة في السودان، كيف تنظر أنت للوضع؟ حتما إذا استمرت هذه الحرب ولم يتم حسمها أو لم يتم حسمها سلما أو حربا ستنتشر في كل بقاع السودان. من يتحمل المسؤولية؟ أنت كرئيس للسودان، الآن الأرقام التي تلقى علينا وأنا كعربي أحس بالألم، 7 ملايين، أكثر من 7 نازح ومهاجر، 5000 قتيل، بعض التقارير تقول 7500، 1200 طفل، مقابر جماعية للأطفال في 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 السودان، جرحى بالآلاف. من يتحمل المسؤولية عن كل هذا؟ قادة القوات المتمردة الإرهابية هم من يتحملون ذلك، هم من بدأوا الحرب، هم من يشنون الآن الهجمات على السودانيين في الخرطوم، في الجنينة، في نيالة، في كل مكان، هم من يشنون الهجمات على المواطنين الأبرياء. ولكنك أنت الرئيس، أنت المسؤول عن هذا الشعب ومقدراته. نعم بالتأكيد، نحن الشعب السوداني الآن كلنا في معركة واحدة للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية. بالنسبة لخطابك في الجمعية العامة تحدثت عن مستقبلا عن إقامة حكومة مدنية في السودان، هل لك أن تعطينا بعض التفاصيل؟ متى؟ كيف؟ عندما تضع الحرب أوزارها. عندما تضع حتما سيتم التشاور حول تشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتعيد للانتخابات. تسلمت إشارتي بأني لابد أن أنهي هذا اللقاء. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونتمنى لشعب السودان والسودان وأهله وأهلنا في واقع الأمر كل خير، كل خير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.